هذا اللقاء ذو الطبيعه العائليه اللي ضم يعني مجموعه ديال المناضلين الاتحاديين والاتحاديات يعني من مختلف الاجيال، اللي كان بدعوه من مناضلين اتحاديين يعني ابناء اتحاديين. هذه الخصوصيه اللي استحضروا فيها السياقات ديال حياتهم على اعتبار انه حياتهم توسمت باختيارات السياسيه والنضاليه ديال الاباء ديالهم والامهات ديالهم، واللي عندهم واحد الشعور واحد رغبه فانه هذا التاريخ المشترك ديالهم اللي كيتداخل فيه السياسي والعائلي انهم يستطيعوا يوثقوه وفاء للفكره الاتحاديه في مجملها، ومن اجل وضع كل هذا التراث رهن اشاره القراء والباحثين، وهذه مساله محموده جدا. واللقاء كان ناجح بهذه المقاييس، كان ناجح، وبالتاكيد انه سوف يكون له ما بعده على مستوى تحسيس اجيال من الاتحاديين يعني الشباب، وعلى مستوى حفظ هذه الذاكره اللي هي يعني عنصر عنده اهميته الكبيره في فهم التحولات اللي عرفها المغرب طوال يعني سنوات طوال اجيال. يعني ما عندي ما نقول، ولاني غادي ننطلق من الجانب العاطفي. لقاء عائلي، تنعتبره لقاء عائلي، هذا اللي جعلنا احنا من مختلف الاجيال ديال المدرسه الاتحاديه الاولى باش نتلاقاو ونحيو ونديروا صله الرحيم ونشوفوا الاساتذه اللي قراونا ونترحموا على ارواح اللي توفى واللي اثروا فينا. نبدا منهم انا شخصيا مصطفى القرشاوي الاب ديالي والام امينه رشدي، وبدون ما ننسى مجموعه الاسماء الاخرى، عائله الوادي، عائله المانوزي، هي مجموعه اسماء اللي ترسخات في الذاكره، واليوم كانت فرصه باش نحيوها وباش نديروا هذه اللمه الكبيره اللي تنعتبرها ديال تفكرنا في الاخلاق الحقيقيه ديال الاتحاد الاشتراكي. اليوم بين قضايا يوميه هي قضايانا، فدمتم اوفياء ودون اوفياء الذكرى والذاكره والشكر. هذا اللقاء هذا اللي هو في الحقيقه دار مناسبه الذكرى الخمسينيه ديال القرار ديال 30 يوليوز، ولكن في الحقيقه هو مناسبه لاستحضار واحد المجموعه ديال الحقبات تاريخيه اللي طبعات الحياه السياسيه المغربيه، واللي كنا فيها احنا كنا عايشناها كاطفال، وكنعيشوها الان كاحداث سياسيه اللي خص اعاده قراءتها.